طاقة معالجة هذه المحطة للمياه المستعملة تقدر بأكثر من 19 ألف متر مكعب يومياً أي ما يعادل 123 ميل ايكيفالون أبيتون. وبعد الاستلام المؤقت لهذه المحطة ستقوم شركة إسبانية في إطار التجمع بتسيير هذه المحطة كما هو متفق عليه لمدة 24 شهرا يعني هذا المكسب هو في حد ذاته يعني المشروع هذا مكسب عظيم للولايه بحيث انه يستقطب عدد كبير من العمال وبحيث ان من الناحيه البيئيه انه يعني تصفى هذه المياه وتذهب مباشره الى الفلاح